قال في التناقض رقم كم؟ ثلاثة. يلا تعال شوف التناقض رقم ثلاثة قال فيه شنو. قال في المقطع الأول قال أنا أشهد للشباب ديل، يعني مزمل وأبا بكر وأحمد عباس. طبعا أحمد عباس ده يبقى معاه، طيب أو واصل معاه، فآثره على الحق واختار صحبته واختار ألفته على الحق وعلى أهل الحق. المهم والحق نحن ما محصور فينا، لأنه شغلة دي وبعض الناس دارين يحصروا النزاع بين شباب وبين محمد مصطفى، علماء كبار ردوا عليه. قال ديل شباب متحمس للعلم، عليك الله اسمع الكلام ده كله، ديل شباب متحمس للعلم وبعدين فيهم خير ويعملون في نشر التوحيد ومحاربة البدع، وأنا لعلمتهم المنهج ده كيف أخليهم؟ وأنا أشهد لهؤلاء الشباب، أعني مزمل وأبو بكر وأحمد عباس وبعض الشباب نسيت أسمائهم، ديل شباب متحمس للعلم وبعدين فيهم خير ويعملون في نشر دعوة التوحيد ومحاربة البدع، والمنهج ده أنا الذي علمتهم إياه. هؤلاء الشباب هم تعلموه مني وما زالوا يعملون، فكيف أتخلى عنهم؟ في سؤال تخلى عنهم. الشباب ديل ناس مزمن، وديل أولادي تلاميذي أنا، وقاعدين معايا بيجروا معايا في المجمع هنا، وأنا بدعوك من المنبر ده تلتحق برقم هؤلاء الشباب. فهمت الكلام ده؟ ده ثناء يكاد يكون منقطع شنو؟ النظير. جاء المقطع الثاني اختلف مع الشباب، قام قال شنو؟ قال أنا والله لحليفته، قال أنا والله من جاني العصبي ده، من جاني العصبي ده معناه شنو؟ شوف الكلام ده بيتناقض كده. قال من جاني العصبي ده بدري، يمكن قبل ثمانية سنة، قبل ثمانية سنة، وجاء يتلصق فوقي. أنا عرفت داير اشتهر، ما داير علم هو ذاته، والله أنا شكيت في نيته، وإنت خبيث وإنت مجرم. أنا والله من جاني العصبي ده بدري، يمكن قبل أكثر من ثمانية سنة، وجاء يتلصق فوقي. أنا عرفت داير اشتهر، ما داير علم هو ذاته، والله أنا شكيت في نيته، وأنت خبيث وأنت مجرم. الكلام ده يا جماعة الكلام ده بيتوافق مع الأول ولا بيتناقض؟ خبيث ومجرم، وهناك ويعملون في نشر التوحيد ومحاربة البدع، وبعدين فيهم خير ويعملون في نشر دعوة التوحيد ومحاربة البدع، وقبلية ديل شباب متحمس للعلم وبعدين فيهم خير واسي خبيث وشنو؟ مجرم. طيب بعدك بعدتنا عليهم قال هنا دي، قال والله أنا والله من جاني العصبي ده بدري، يمكن قبل ثمانية سنة، وجاي يتلصق فوقي. أنا عرفته، يعني عرفته شنو؟ بدري. أنا عرفته داير يشتهر، ما داير علم، ما داير علم. أنا عرفته داير يشتهر، ما داير علم ذاته، والله أنا شكيت في نيته. وهنا قال متحمس للعلم، قال شباب متحمس للعلم. والله الكلام ده عجيب خالص. قال ما داير علم ذاته، والله أنا شكيت في نيته. قال وقد كشفك الله لي ومسحت بك الأرض، ومسحت بك شنو؟ الأرض. ها اللي بتمزح منه العلي سبحانه وتعالى، أنا ماذا نقع في الوقع فيه هاي. طيب الكلام ده يا جماعة، الكلام ده يدل على تناقض الرجل، ويدل على إما أنه كذاب أو أنه خائن للدين. يا كذاب ما كان عارف لأنه أثنى عليهم، ما قال أنا عرفت داير يشتهر ما داير علم، وقال الكلام ده بدري قبل ثمانية سنوات. يا إما ما كان عارفه واسي حلف قال كنت عارفه، ده كذب ولا ما كذب؟ كذب. يا إما كان عارفه وبعد ده أثنى عليه،
ودي خيانة للمسلمين ولا ما خيانة؟ خيانة للمسلمين. واحد من اثنين، اختر لنفسك يا محمد مصطفى.